كل عام انتم بخير وصحة وسلامة. اليوم كل برامجنا ان شاء الله راح تكون مباشر مع الناس، نشوف كيف الاجواء الحلوة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك. تحياتنا لكم، تحياتنا طبعا اللي بتابعونا عن طريق الفيسبوك، يعني كل عام هم بخير يا رب. مؤسسة سام صبح العلي يعني معروف في مدينة طول كرم، تحياتنا له، كل عام هو بخير وصحة وسلامة. كمان مرة بنحكي احنا كل عام وأهلنا في الداخل الفلسطيني بألف خير، تحياتنا لأهلنا خارج فلسطين طبعا واللي بتابعونا كل عام وهم بخير يا رب وصحة وسلامة. الأجواء الحلوة في مؤسسة سام صبح العلي وأولادي طبعا، كل الاحترام لهم، لهالشباب الطيبين طبعا في مدينة طول كرم، كل الحب لهم. يعني احنا اليوم بنحكي كل عام وانتم بخير يا رب وصحة وسلامة، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. وعليك ان شاء الله كل عام بخير وانت بخير بالصحة والسلامة. عرفنا عن نفسك. ابو محمد الجريسي. من؟ من فرعون. يا ميت اهلا وسهلا. حياك الله. شايف الاجواء الحلوة؟ ما شاء الله، يعني الناس الله يعينها حالها بس بدها تتحرك غصب عنها يعني. تسوق تطلع على السوق؟ والله هينا بنلفلف ونشوف ايش لازم الواحد، مجبور يعني بده يجيب للاولاد وللدار. اليوم انت في مؤسسة كيف شايف الاجواء؟ والله بنلفلف لسه وبعدين ها بس تطلع هاي اجواء العيد، شايف فيش حدا. ان شاء الله اليوم الرواتب ان شاء الله الله يرزقه ويعطيه ان شاء الله، الارزاق على الله. يعني سؤال سهل جدا تعطيه، يعرف عشان يعطيك اكثر من هديه. هو احلى هديه ان شاء الله. ما شاء الله عليك. طيب حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول، شو هو؟ حامل ومحمول. نعم نصفه ناشف نصفه مبلول. نصفه ناشف ونصفه مبلول. نعم شو كيف البحر؟ في البحر. ايوه بس اسمع شو؟ السفينه. قارب. تفضل. كل عام وانتم بخير. يلا كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. هاي الشباب هون ما شاء الله عنهم، يعني الشغيله الشباب المحترمين، نعيد عليكم بس كل عام وانتم بخير. انت بخير هذا اللي يسعدك. كل عام وانتم بخير صحه وعافيه. والله نتمنى انه يكون هذا عيد الاضحى عيد مبارك على الجميع وعيد خير للجميع ان شاء الله، وان شاء الله لقدام بتغير الاحوال الاحسن ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين، وربنا يوفقكم بارك الله فيكم. طيب يلا نشوف الاجواء الحلوه في مدينه طول كرم، يعني نحكي هون كل عام وانتم بخير. هي بس هي هو بزق فيك يعني بكل زق، وهي احكي شو حاب تحكي في هذا اليوم لهالناس، شو حاب تحكي؟ كل عام وانتم بخير وتنعاد عليكم بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير يا حبيبي. كل عام وانتم بخير. طيب نشوف كيف الاجواء في مؤسسه سام صبح العلي في مدينه طول كرم، يعني شيء مميز شيء حلو. وشو اسمك؟ تيم. مبسوط؟ نعم مبسوط. في العيد اشتريت اول عيد؟ نعم. جبلك اول عيد ولا لسه؟ جبله. شو بتحب تحكي له هذا اليوم؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام ابو صدام، يعني حبيبنا ابو صدام، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم الف خير. بسكر الشارع اكيد انت ابو صدام. اكيد بسكر الشارع. بدناش ناخذ بس ابو صدام اللي بسكر الشارع. شو حاب تحكي في هذا اليوم؟ يا سيدي احنا بنتمنى لكل الشعب الفلسطيني انه يعود هذا العام عام سعاده وعام سلام ومحبه، وان شاء الله بيتم المصالحه ان شاء الله. ان شاء الله ما دام وصلت عند سام صبح العام تبارك. كل عام وانت بخير. استلم هديه منه. طيب يعني احنا الاجواء الحلوه، يعني كل عام وانتم بخير كمان مره، والاجواء الحلوه ان شاء الله انه ربنا بيهدي بال الجميع. يعني احنا متواجدين كمان في ملحمه سام زي ما انتم شايفين اليوم ان شاء الله، اللحمه الاضاحي، يعني بشكل عام نحكي عن الاضاحي ان شاء الله انه ربنا بيهدي بال الناس، ضحوا قدموا للناس المحتاجه طبعا. كل الاحترام لكم، كل عام وانتم بخير. اجبروا بخاطر هالناس طبعا من وراء اللحمه طبعا اللي بذبح يوصل لهالناس. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه كمان مره في مؤسسه سام صبح العلي في طول كرم. الاجواء الحلوه في قرب حلول عيد الاضحى المبارك، يعني كل عام وانتم بخير. انتم بخير ما شاء الله عنك. الله يديمك. عرفنا عليك.
أنا توفيق من الطيري. يا ميت أهلا وسهلا، إحنا أهلنا في الطيري والطيبة والمثلث كله بنحبه. حياك الله. يعني هذا بيتكم أكيد. الله يديمك. الله يحييك يا عم. الله يحفظك. شو جاي اليوم زيارة على طول كده؟ والله جاي أخذ بضاعة فواكه ولحوم وحاجات. من عند الشباب؟ لحمي بأخذ من هنا دائما. الشباب. نعم. الشباب. لا ممتاز، لأنه عنده خرفان بلديات بكلش لحم بقر. بلدي أفضل الشباب. طبعا وبكر بكل شكرا نهائيا. طب انك انت زاير شو حاب تحكي في هذا اليوم؟ شو حاب تهني الناس؟ شو حاب تحكي للناس؟ حاب انهم يبكوا بوئام ومحبه وسلام. الله يضحكتك بالجنة. الله يديم. طول بعمرك. الله يحفظك. عامة الخير. وانت بألف خير. بخير. كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، كل عام وأهلنا في الداخل الفلسطيني طبعا بألف خير، كل عام وأهلنا في غزة طبعا بألف خير وصحة وسلامة. تحياتنا لكم، تحياتنا من مؤسسة سام صبح العلي في مدينة طولكرم، كل الاحترام كل المحبة لهم، كل عام هم بخير يا رب وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طبعا احنا بنحكي على مؤسسة سام صبحي العلي، طبعا لحم خروف عجل طازج يوميا موجود عنده. تنسوش الأضاحي، اللي بده يضحي بيقدر يجي مباشر عند مرحمة سام صبحي العلي وبقدر ياخذ الأضحية تاعته يعني في هالأيام الفضيلة إن شاء الله، إنه الله بيعطي الجميع والله يوفق الجميع إن شاء الله. طبعا نحكي على مؤسسة سام صبحي العلي وأولادي، طبعا عندهم دجاج، عندهم حبش، طبعا مجمدات وأسماك ومواد غذائية. طبعا كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير وصحة وسلامة. يعني نحاول احنا قدر المستطاع انه نشوف الناس، نعيد عليها في هالأيام الفضيلة في هالأيام الحلوة. بنحكي كمان مرة الأضاحي موجودة عند سام يعني صبح العلي، تقدر تيجي تزوروه تضحوا. طبعا موجود خرفان، موجود عجول، يعني كل عام وهم بخير وكل عام كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. صحتين وعافية. صحتين وعافية. جيرانكم صحيح؟ صحيح. أحلى جير. فيش بعدها. فيش بعدها. أحلى شباب في البلد. الله يحييك. كيف شايف الأجواء بشكل عام؟ يعني الحمد لله أجواء يعني عيد، بس الحركة التجارية ضعيفة شوي. أكيد يعني. كيف شو رأيك في مؤسسة سام صبح العلي؟ والله ما شاء الله، يعني مش عشانهم جيراني، يعني ما شاء الله عندهم عروض مرتبة، أسعار حلوة، ومعاملة طيبة، وبضاعة نظيفة. في هدية ولا بلاش؟ حبيب كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير كمان مره، وبندعو اهلنا اللي بده يضحي طبعا يجي عند سام صبح العلي في طولكرم. الاضاحي طبعا في هون دجاج، في لحمه، في حبش، كل شيء موجود كله طازه. تعالوا على الطازه، تعالوا على البضائع المميزه. كل عام وانتم بخير يا رب وصحه وسلامه. يعني زي ما احنا شايفين مؤسسه او ملحمه سام صبحي العلي في طولكرم، يعني ملحمه مميزه في طولكرم. طبعا احنا بنحكي على الاضاحي، بتقدر تيجي تضحوا، موجود البلدي طبعا، يعني في ناس مهتمي اكثر شيء في البلدي طبعا موجود عندهم في مؤسسه ملحمه سام صبح العلي. لحم خروف وعجل طبعا طازج طبعا يوميا عنده مؤسسة سام صبح العلي، دجاج وحبش ومجمدات وأسماك ومواد غذائية. تقدر تيجي تزوروه في مدينة طولكرم، يعني نزلة المسجد القديم في طولكرم. كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير. يعني لهون بنأتي لنهاية اليوم، احنا كل برامجنا اليوم كلها على المباشر، ما حبينا اليوم نعطيكم برامج مسجلة، حبينا نفرجيكم كيف الأجواء. الأجواء في مدينة طولكرم أجواء حلوة. أهلنا في الداخل أهلا وسهلا فيهم، كل عام هم بألف خير وصحة وسلامة، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، وكل عام وإنتوا حبايبي بألف خير.